مختلف ولايات الجمهورية. بعد شوية باش نكونوا في نابل وبعد نرجعوا لتونس العاصمة تقريبا يوميا نحاول يكون عنا موعد من الجهات. وقبل ما نمشيوا النابل والفاطمة بن عثمان باش نمشيوا للنقل وما أدراك ما النقل، يعني إشكاليات يومية الحقيقة يتصلوا بنا المواطنين ويطرحوها في علاقة بالمترو في علاقة بالقطارات، وإحنا كل مرة نحاول نوصلوا صوت جزء متوانسة. موني المجري اليوم مشيت لمحطة النقل الحضري ببرشلونة بتونس العاصمة. صباح الخير موني ومرحبا بيك. صباح النور ليليا، مرحبا بك كالعادة على باب الإدارة. اليوم أنا متواجدة بمحطة الحافلات برشلونة في الجهة الخاصة بمحطة النقل الحضري. حبينا ناخذوا رأي المواطنين كالعادة شو رأيهم في الخدمات متاع النقل الحضري، خاصة أنه جاي باش يحل المشكلة متاع النقل العمومي، لكن ما نعرفوش هل صار حل المشكل. الناس تلقاه بسهولة، متوفر في كل وقت، وخاصة وقت الذروة ينجم يتحصل على حافلة باش يتنقل سواء مكان العمل ولا أي مكان آخر ولا لا. إحنا كالعادة جنبي مواطنة نحبوا ناخذوا رايها. اهلا وسهلا، صباح النور. صباح الخير. اهلا صباح. نتعرف عليك؟ نور. مرحبا نور. طوا هبط من الكار تو وين خلط وجيت في وقتك انت لما حالة جيت في وقتك. معاناة يوميا، مش نهار بعد نهار ولا جمعة بعد جمعة، تصير لقراي يوميا. وقتش خديتها الكار الصباح؟ صباح من ستة. من ستة وسط الوقت الضيق. من ستة نستناك، كانت حسرة كارتو في كل ربع ساعة نص ساعة ماكس نص ساعة. تولى تقعد بالساعتين وتقعد وساعات تقعد تقول لك ليه بان يخسروا عليك كلمة راي بان. يعني فمش فرق بين النقل الحضري وبين يعني عبارة كار السفرة. توليت نخير كار السفرة خير خاطر نفسي معلد. اما شنو تبقينا ملحوظه اللي ثلاثة تعريفه ياسر برش ماهيش في حقه. الخدمات صفر، تعريفه غاليه، قديش 3000 ومش 3 ديارات يوميا وتلقى بلاصه مريحه ما عنديش حتى خيار، ما عنديش حتى خيار. ينجي انا تو مثلا كار السفره تساعد صحيح، ولات اكثر من النقل الحضري اكثر تو حتى ب 3000 انا يوميا 6000 يوميا مشي وجاي وما تلقاش بلاصه وواقفه. بالنسبة للتعريفة زادوا التعريفة تو ماشي دينار وبعد 2000 وبعد 2500 وبعد 3000. أنا على أساس كي زادوا على أساس فما خدمات أحسن، هما اللي زادوا التعريفة والخدمات صفر صفر. جمل ماشي وتتهور ماشي وتتراجع. لا كليماتيزور سخان، داخلين على سخانة حال كليماتيزور لا حد شيء، حتى الشمس باش تغطى على الشمس وشنو ريدويت ما فماش. وهذا جيت تقولها يعني باش علاش كليماتيزور حل لنا وتقول لك لا ذاك الموجود ماش ساعدك برا خذ اي حاجه وماك. هما يزمك تقبل في كل حالات، يزمك تقبل وكها تخسر عليك كلمه يعني تحب ترضى ولا ما ترضى ولا عارك على بو على بلاستيك بالعباره. اما تخلص ما عندي تخلص مع الاكتظاظ والانتظار عندي معاناة بصراحة والله. ومتوفرة في جميع الأوقات ولا ليه؟ خاصة وقت الذروة الصباح. لا الصباح في أي وقت جي تلقاها معبي آري تستنى بالساعتين في أي وقت. مش مثلا انك صباح خاطر فما خاطر عباد تخرج الكل وعاد وديما ويتشرطوا يعني يتخذها يتستنى ما فماش. هذاك هو الموجود. وبالنسبة للشوفير ولا للكنترولور اللي يخلص الشوفير أكثر. لا للشوفير تعاملوا معكم انتوما الركي. لا للشوفير زادة لا علاقة زادة كالشوفير ما جوش تدلل عليه مثلا على محطة تقولوا هبطني قبل شوية يقول لك لا ممنوع عليا. شفت يشرط عليك يا يزي الخدمة صفر يا يزي تعريفة غالية وزيد تقول له بربي ماذا بيت وقفني هنا. يقول لك لا ممنوع عليا. ما كيفاش ممنوع؟ ممنوع عليك في حاجات وممنوع عليك كيف صراحة. كان يخلوا الصفرة وكاو أنا نمشي ولا ما ماهيش حل اليوم النقل الحضري. لا مش حل. تاكسي يا أخي معظم العباد ما تتوفرش باش تاخذ تاكسي، ما تلقاش باش تاخذ تاكسي ولا تولي تخلي. وحتى ما دام 3000 تعريفة معناها لازم تحضر الميزانية. الميزانية 6000 راهو يوميا بمعالوح 10000 يوميا 15000 يوميا. طيب شهرية تمشي في الترونسبور كي تقلق اكثر وما تلقاش ترونسبور في المتوفر تولي تخير تاخذ تاكسي. ما حتى يلزمك تروح ما عندكش حتى خيار، يلزمك تروح. معاناة يوميا يا عمات اللقاء هذيك الخبزه.
ان شاء الله ربي معاكم. عايشك عايشك يعطيك الصحه. هكا ليليا كملنا المداخله نتاعنا، وهذه معاناه المواطن التونسي يوميا مع النقل مش العمومي كها وحتى النقل الحضري. شكرا لك موني. كانت هذه المواطنة كما حكيت هي بعفويتها هذا رايها، ولكن النقل الحضري أيضا يقعد حل لبرشا ناس يفضلوه على بقية أصناف النقل، المترو ولا الكار السفر الكار العمومية كما يسميها التونسي. تقول فما ازدحام، تقول 3500 غالية. ما زاد قالت حاجة أخرى، احنا ما نشجعوش على الحاجات الغير قانونية أكيد. قالت ما يحبش يهبطك في غير المحطة، يقول ممنوع علي بالفعل، ممنوع عليه أنه يتوقف في غير المحطات. نعرف المواطن ساعات يستقرب ويبدا يفركس هكايا في حلول سريعه باش يوصل في ساعه، ولكن ما يسالش به كي نلتزموا بالقانون حتى كان باش نمشيو خطوات زايده على الثنيه العاديه. شكرا منال ماجري من محطه برشلونه بتونس العاصمه. باش نمشيو لولايه نابل نشوفوا فاطمه بن عثمان وين موجوده. تسمعوا برامج جديده.